باب المبتدأ والخبر. بلال مجا بلال بلال ملح يا بلال على غايب سيدي لو كله بيه. بلال ما هي النسومة طيب ملح يا عويس مع الحس عويس عويس ملح يا الله هذا نبوا غايب نعمان ورسب نعمان الله ما هي سكن على عبد أبشر بسم الله وبعد ما هو المبتدا مبتدا محوية هو الاسم المرفوع العالي أها وهو الاسم مركي لو اسم محابة حي فعلي حرة المرفوع مركي لين محابة منصوب مجهول العاري وحو كوقا وينيه كمرينيه لغوه عن العوامل اللفذية مركي ليني محابة يا مبتداها محاق قده مبتداها محاق قده اللو قده عامل معنوي حويا معاملك معنوية قده الابتداء خبرنا محوية خبرنا اسم مرفوع كم حاجة ذا مبتدا ما يقول قيب سمع ظاهرين هاي ظاهر كمثال كك إعراب مرفوع مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه في اخره هيا قائم خبر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه في اخره ما شاء الله عبد الرحمن بشير شرع ما هو المبتدا مبتدا محوية اسم مركي لي محابه مرفوع مركي ليرنا محاق ذا مبتدا محوية عامل كان معلقة الابتدا خبر محوية خبر كان محاق ذا مبتدوه ما يقوق يا سماء مضمر كمثال اعراب انا ضمير منفصل ما شاء الله الله يحفظك ويرعى ظاهر كيسا ما هي زي مثال مكايسة هيا اعرف صح نور علي يرى ما هو المبتدا مبتدا محوية اسم مركي لمحابة مرفوع مركي لي المحابة مبتداه محاق ذا عامل معنوي محوية عامل كان معنوي مقيعي ابتداء بلاوش خبر كان محاق ذا مبتدا ما يقوى قيب سما لو هذا خبرنا ما يقوى قيب سما لو هذا مفرد محال وضع باول المبتدا والخبر مركي لجو حنجب لا هنجب لنا الشبه غير مفرد نوع ما يقوى
ايه فعل مع فاعله جاري مجرور في مثال كك وخبره زيد في الدار اعراب كعلي زيد مبتدا يكون مركه وها خبر ك مركي جاري مجرور كلجو مجاري مجرور كلفتودا ما محذوف ك ما لبدود لو اسكو قبطا يا خبر محذوف يا صفه ماشي صدق قول بعضها خبركم مجاري مجرور كان في الدار ذا مسوى في الدار وحاي قطع اللقاء يعني محذوف كا مسوى في الدار محذوف كا اللي اسكت ضريبة يا خبر محذوف في درس ضريبة يا كرو اسكت يا هوش ما اللي فهم سؤال شورت هيا صدق قول على اشتغل هيا قول روحي لهن جاري مجرور لفتي سابع خبر كي هاي هاي سيدي حلقة بدانا قولا ما عدو ذا الشيء يا راجع عمر محذوفك كائن انت كائن انت كاسع راجع ما شاء الله سيد علي رواد فينا يسير لكن محذوفك وهي خبر سيد علي روا حاكوحي احمد معلن عبدي ما هو المبتدا المبتدا هو اسم المفعول على عاري على محور من اللفظيه اسم مركي لير محابه حرف فعل فعل يا حرم مرفوع مركي ليرنا حرف حي مجرور يا كعل منصوب يا وحرف حي مجرور يا مجرور مبتداها محاقده الابتداء الابتداء عامل معنوي ابتداء له خبر كان محاقده مبتدا ما يقول قيب سماع هيا خبر ما يقول قيب سماع خبر وقيب سماع السين وقيب سماع الله وقيب سماع الله وذا الله وذا وقيب سماع مفرد غير مفرد ما حالك وضع باب كان مركين لجو حليل هذا ما ليس جبنة ولا شبنة به خبر المفردنا وحي جملة وحي جملان وجبنة شبعان الله ما غيقول دهانا حايا دهانا حايا هيا غير مفرد تماما غير مفرد كافر يا هيا الجملة هي الشبيهة باللغة الجملة هي لغة الجملة ذا شبه لغة الجملة ذا شبه هذا لغة ذا حاوي وظرف إيجاري مجرور ظرف مثال كاكا زيد عندك إعراب زيد المبتدا مفعول بالابتداء وعلامة رفعه بالابتداء. عند ظرف مكان. مبني عند ظرف مكان. منصوب. هيا. على طرفية. هيا. طرفية. على طرفية. هيا. والظرف متعلق. معايا ما واحد يا كفوجي. هيا علامة نسبية أنا أسيبه تسير هيا هو أت وعلامة نسبية فتحة غيرت في آخر هيا عند مضاف هيا والكاف والكاف المضاف إليه مبني وعلى الفتح فيه محل جر وض ولي وحوا أقول ما وظرف متعلق وظرف متعلق وظرف متعلق بخبر كائن حيو يراكتا انا ذا حين المعنت يا كفجي هيا هيا زيد عندك هيا ابتدى مرفوع هيا وعلامة رفع غيرت في اخره هيا عند ظرف ظرف مكان ظرف مكان منصوب
منصوب على الظرفية. منصوب على الظرفية. علامة نصب فتحة المضارع في آخره. عند المضاف الكاف مضاف إليه. على فتح في محل جر. الظرف متعلق بخبر محذوف تخبره. بمحذوف. محذوف. والظرف متعلق على. الظرف متعلق بخبر. بخبر كاسوع عندنا سألنا على رأى خبر من الله قلنا الظرف متعلق بمحذوف تخبره كائن خبر مبتدا كائن خبر مبتدا والظرف متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مبتدا ما شاء الله هذا هذا اسم طيب ما هو المبتدا ايه لغة واصطلاحا بفقه مركي مركي النحو اللي جوا لغة واصطلاح وحيالها الدين تانا لغة وشرع عربي الدين وي لكن وحوغا علماء ذي واصطلاح وكلا بحثت مركي لغة محوية هي ما بدي به شيء بعي شيء لغة باللغة هي اصطلاح اصطلاح محوية هو الاسم المرفوع العاري عن الأوامر واسم مركي اللي محابة فعلي حرف مرفوع هدي اللي يرينا مخفوض منصوب مخفوض منصوب منصوب مجرور محاق وذا مبتدا عامل معنا وعلى الساح ويبتدى له خبر كان محاق وذا مبتدا ما يقوى قيبسا هيا خبر كل ما يقوى قيبسا مفرد محالك وضع مات غير مفرد وعميخ آية الفعل مع فعله آية المبتدأ مع خبره كذا هي سته الفعل مع فعله ما هي مثال زيد قام أبوه زيد مبتدأ مرفوع بالابتدأ ورفع الضمة في الآية في آخره قام فعل من على الفتح من حيوان من العراق أبوه فاعل قام مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة أبو مضاف لا مضاف إليه لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف لا مضاف إليه في محل مبني على الضمة في محل جر والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدأ في محل رفع الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ رابط كياو رابط بينهما في الضمير أبوه الضمير في أبوه الضمير ما شاء الله ما هينا ننك اللي راهنا محمد عبد إبراهيم ما هو المبتدا مبتدا محوية اسم مركي لي محابة فعلية يا حرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس 35 من كتاب الدرس 35 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر وتسمى النواسخة عشر كي شان يا صدنات صدن يا شرات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وحن رب العبرة يا عشر كاس باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر عشر كي شان يا صدنات صدن يا شرات
كتابك المقدمة الأجرمية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. الكاسون رب لابنا يا عشر كيشان يا صدنا. هذا كان باب العوامل. عوامشي بأبابها وجمع عامل، جمع عامل وجمع تكسير عوامل. مفرد كي يا جمع اسبدل باود حوادر مفرد كي عامل عين كالف بلوتا كان جمع عوا هو كصوب بيري هو مفرد كي كما بجرين با جمع تكسير مفرد كي جمع هذيب كلا دوانادان جمع تكسير. واذكر ما تغير صيغة مفرده ما تغير فيه بناء مفرده. باب العوامل عوامش بابها عوامش الداخلة جليس على المبتدأ مبتدأها يا والخبر يا خبر. سيدة بالنحو ذا مسائش وقوم مسوى حاكم إذا عامل يا معمول وحله. عامل شقي مثل الشقذق معمول كلو عمل فلع عامل عمل فلع كان شقينا هذا الروح شقذها هي شقذ عادي عامل بيدهان عامل عرب أما موظف روح الشقارة فلان عامل أين يعمل هو في المبنى في البناء اسمه كشقية كله عامل وشقال ميد كباية موضة بطالنا ويدحان وحيكلو ده عادل ماشي عامل مين كاين بطا لو بدلا أبطا عادل باقى موضة هو عادل أيها هو عامل عادل عامل شقال وشقينا عادلنا وعشقوها يا مر باقي موضوع مركا نحو ذا مسائيش يقوم يسوحا كاملة عامل يا معمول عامل ايه معمول عامل الشقية كشقادة قبنا معمول كشقادة لو غبتي لو عمل هذا مبتدية خبر مصامر مالدير باقي فعل يا فاعل مصامر مبتدية خبر خبرك هو معمول ولو عمل فلياق ذا خبرك مبتدى سوى ما قد يجر مبتداه لو توحدي عامل خبرنا محوية معمول قام زيد ويموجد قام فعل ماضي زيد فاعل سماه زيد فاعل كي يأجودي فعل بزيد زيد كي يحصله بعض عوامش كتب اللي في سدى العوامل للجرجاني وقارب خصو كوب عوامش النحود إنه بقوليهن العوامل مئة ده العوامل مئة ها جرجان مرك عوامش قارب وبقول قارو حين بقول وأكبدين قارو حين بقول كيكيري في حدود مئة ده مرك سكر بقولي حدود ده في حدود مئة يا عوامل أصل أصل الأشياء في العمل الأفعال بل إن سيدة نحو سوصدح شيء ماهين أسماء أفعالي حروف اسم فعل حرف سماه صدح وحاشق أصل وحق شق عمل فلك فعل كورت لمبر كو لبو حرف صدح أسماء عمل فشويجر أسماء عمل فش كواكب وحكم جعاب الأسماء العاملة عمل الفعل سمر فعل كيف شغل النسبة سمر الأسماء العاملة أسماء عمل فشوية عمل الفعل يعني أسماء شغل وكير لحسمات أسماء عمل فش عمل كفعل كوكري مركز شقية أصلوا أفعاش حروف ترى عمل فلس عوامشة حروف الخفض يبا كمل بزيد ياكو عمل فلس بعض صمع على الفراسي ياكو عمل فلس وعليها وعلى الفلك الفلك ذا ياهو أصلي على كوا مركع عوامل بالله عامل ومفرد كعوامل شعب مغلوا كوا كوا لو عمل فلاي لجذاي فيره لكرد جاي لهاس جاي لريبة هينا ومعمول لم يضرب يا عامل أحد لم يضرب يا ريبة هذا السودي مز يضرب فعل مضارع مجزوم ها بلم لم توا عاملك إن يضرب ومن مركع راسكاي ريبة كان يا أوكي لم لم تم حدي مجاعه يضربنا معمول عامل ايه معمول التساؤف والنحو ذا ما اله اقوم مهمس مركي النحو ليه ذا الروح عليه النحو ذا مكوب بحضر وحي ديجة عامل ايه معمولك ما كلف اهد عامل ايه معمولك ما كلف اهد
ان روحا كلا فاهمينها هول بقلي موقت وانك عامدا الويري مدين بعد هاي سامة اللي مشي دونو ارق دونو يرمع عايها كل واقعان موقت دونو واحكا لهم دونو مرحيا بيه شيخ سواشي ويدين اوحي اوي دكان كاضا يسيا بخارضي الله واقعا لقد دين مرحيا بيه ماركا وحاوي عامل يا معمول كوليقا حسوسنا نحو ذا بشاقة ذا دوات عوامل با ما تلوي كوان ماركا عوامل شيوي وحكا ضمير محونا قن ومعمولاتك عوامل واد جمعش معمول كينا جمع محينا قن معمولات عامل يا معمول عوامل معمولات ماركا نحو ذا شاقة ذا باتاو باو العوامل عوامل شيوي بابي عوامل ماركي ليها فير حد هذا المسألة كله مهم عوامل مركي لغوية نحو هذا وحا أصل وعوامش اللفذي لفذنا وحا ما يتلفظ به وحي لغونا وقال القرى ويكتب لفذ عوامل معنوي بالا عوامش معنوي غار وحيد وعلب غار بدينا صدح سيدي نحو هذا عامل كذا عوامش هذا محيطها عوامل لفذ لفذنا وما يتلفظ ويكتب وحي لغو هالله لغو دواقا لانا قرى ايه لفدي ليه مالك هادا نحو دا عوامل شيئا مقاشوا عوامل لفدي عوامل معنوية علماء غار وحيدا نحو دا عوامل شيئا معنوية اللي اسلقوا قليها هو اللب اللب ده وحيدا ومبتداها محاق ده عامل معنوية لغو مقا عام الابتداء الابتداء هو موح قرن با مالك هادون اعرابي سوء ما تكون دواقية وح قرن ميوءها بزيد بعض سيء قرنت الابتداء ماشي مكو قرنيه واما عامل معنوي اليه عامل كاللواد معنوي اللي اسكوها فاقسين وفعل كمضارع وحق قذي فعل مضارع يضريب مركي لله وح كهر مروض على اكتمياج وح كهر مروض لكن مدكا كرد قيسة لن يضرب يا كرد قي لن مركز ريبيسة لم يضرب يا ريبي لم يضرب لكن وح كهر مروض ميادرت ولو قلنا واقل لقري وانا قذي يا قذي وحيدا عامل معنوي ولا تجرد تجرد وحكات أربعي علي وحكور لي وحرام مارك الله يعلا وارك يضرب فعل مضارع مرفوع محله لتجرده من الناسب معنى الناسب والجازم عمريد ونواكي لي رفع المضارع الذي تجرد عن ناسب وجازم تأبد لوضع عامل بمعنوي له ومبتداها وحق ذي عامل معنوي وهو الابتداء فعل كمضارع وحق ذي عامل معنوي وهو التجر ما لقر ولماذا قار من صدحات كدرا جرين كسو قول اسكا ضعيفة وحيدا عامل كمعنوي صدحات مضاف إليه كما حا هوس إقايبا لإسكو حيا مركا كواكب متمل أجنبي متن وكل يجري وحودي يجري والمضاف إليه مجرور بالمضاف مضاف كهوسي صدح قول باجر هذا مركي عليه بسم الله اسم مضاف الله مضاف إليه سمح غلام زيد غلام مضاف زيد مضاف إليه مجرور سمح يا هوسي قولك صحيح مجرور بالمضاف مضاف كهوسي قل وحيلين عامل معنوي ومجرور بالإضافة إضافة النمض إضافة النمض وحماش كقرن معه عامل معنوي وإضافة له ووحيدا زيد المضاف إليه مجرور بالإضافة أشير إليه مجرور بالمضاف مركع عامل نحو ذا حداد من قشخ الأسدي وعامل لفي عامل معنوي على وضع مبتداه وحق ذي عامل معنوي ابتداء فعل كمضارع وحق ذي عامل معنوي التجر وحيدا كسو عامل معنوي ليه ميس عامل لفي أضحس عوامشها لفي أكون أكمل باب العوامل عوامل شبو بابها الداخلة جليس على المبتدأ المبتدأية والخبر وهي عوامشها ثلاثة أشياء شيال وصدح نسخوين كقارتا وكمقنت وهي ثلاثة أشياء ميدين دي قارة كمقنت مجرة نسخوين كقاربان ديجنب وهي ثلاثة أشياء شيال وصدح قارو وهي ثلاثة بسو ديجا ملحيا ما يشان دور نسخة جرت وهي ثلاثة أشياء هذا وحنقها يا كم وهي ثلاثة أشياء نسخة عن كلا واي
وهي ثلاثة أشياء مدى النوع عليها ما تنين محاد كويس وهي ثلاثة أشياء وافي عن تعتاد نسخوين ثلاثة أشياء ما هيسا هي عشماوي ثلاثة أشياء ما دي يا بس ما شاء الله عشماوي سوي مرجعوي وهي عواميشها ثلاثة أشياء شيء على صدحوي عواميشها وحاكلوا لكم مقعبا نواسخ لماذا؟ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر مبتدأ هي خبر كحكم كوضي نسخ حيسا نواسخ وتسمى أيضا النواسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر وحين نسخ ذا حكم كمبتدأ هي خبر هاكلوا لكم مقعبا عواميش النواسخ وحين نسخ أن حكم كمبتدأ هي خبرك حكم كمبتدأ هي خبركم حياها لما ضد مرفوع سمين المبتدا والخبر مرفوع عن سمين ماشي وحلو قديه الدونا يذو مبتديه لقوذي خبر كينا الله كردقا سو مبتديه لقوذي والله ديه مجعي صلى الله بحين اسم خبر كان لقوذي مر مبتداها لقوذي خبر كان والله كردي مر مبتداها لقردي خبر كان لقوذي مر لما ضد والله كردي لما ضد نواسخ مركه وحالوغو بخي تنسخ حكم المبتدا والخبر حكم كي مبتدا هي خبر كي عواميش النسخه باو النواسخ وكواك كوما عابدون وهي عواميش ثلاثه اشياء شيء لو صدحوا كان يا واخواتها ولا لهت صدح ذيك كوبات كان واخواتها كان يا ولا لهت وقسم وهلقي صدح ذي ارمد مدوي كالباد وإن وأخواتها إني ولاله وظننت وأخواتها ظني ولاله ما شاء الله من نسخة جرت وظننت وأخواتها نسخة لا يسوى ظن وأخواتها ما يسا من سوى ظننت نسخة دي أصلك على وضحية سوينك أصلك وحين وظننت وأخواتها قال روحينا وظن وأخواتها كذا يسا نسخة دي أصلك وصح تاصل وهي عواميشها ثلاثة أشياء شيء على صدحه كان وأخواتها كانية ولا لهت كو وإن وأخواتها إنية ولا لهت وظننت وأخواتها ظنية ولا لهت صدح راس عوامي اللي سكويرا عواميش مبتدا هي خبر كقال نواسخ نوالي نواسخ فأما كان ميد بقوني بوحدوغا للدونة أقو فأما كان وأخواتها كانية ولا لهت مد كرافير صدح ذان مد كاستمركي لشيء مد بالغو بلا سمر مد ام الباب لا كاني ولا له يا مسؤوله كان كانت وا ام الباب انت كلا وي كاود بلانت اني ولا له يا ورك لو بلا ان ذا ام الباب لا انت كلا يدا كاود بد ذني ولا له يا ورك لو بلا ذن ذا او اود بد ام الباب لا شيء هدي لو بلا عربيه مزيوله عالما وحلوه بلا ولمزية لامتيازه ولمزية فيه كان هذا المركة كان أم الباب لا يضو فيه يضو قام بيشقين كرتا يضو ها ماشى وكم قام بق يشقين سكرت ومحذوف هو كلا الله ما أقول يضو لكن هذا أم الباب وحيكلو يلي كرتا يضي اسمي جم إنتان لحدفه خبر كبسة ما شاء الله صار قائما الله كان زيد بقدر بالوله حديه جري مركة الفي ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا اشتهر إن خيرا فخير صمار وإن شرا فشر إن يكنه فلن يسلط عليه markii ibn sayyad nin la yiraahdo oo dajaal looga shakisna ayaa nabi warkiisa loo keenay sallallahu alayhi wasallam marka qadriga dhigi jiray marka umar wuxuu yaa rasuulullah ida an dile nabi marka wuxuu ku yii in yakun hadu yahay dajaal falan yusallad alayka adiga lagu dirimaa adigu ma dilis ma dilikad wa illam yakunu dajaal hadu sahayna فلا خير لك في قتلي ديلكي سخير كومله نلغا شكسنا با جيري
ابن سيال لديه جري او اسكاون يرها ولا يسنع مركا الدجال بانا لوغا شاكسنا انوية مركا كانادا ويحذفونها ويحدف ايام ويبقون الخبر خبر كبير الباقي يلا كانادا اتنانا لحظة مركا امو البا مزيوين كذا كما تمزيا بضم بيلا مزايا عدة فاما كان واخواتها كانية ولا لهد فإنها كانية ولا لهد ترفع وحي قدي الاسم اسمها متديب وكدقه وقوهد وتنصب وحي قردي الخبر خبرك فاما كان واخواتها كانية ولا لهد فإنها كانية ولا لهد ترفع وحي قدي الاسم اسمها وحلقة ولا محوية ومتديب لكن هذا اسم اللي يقال ربهان محوية وحي مبتدها انجلو ما انت اسم الله لبحيو وتنصب وحي نصبين ويقرر الخبر خبر كانية ولا لها شقض وضع اي شيك هذي اللغن وحادي اسمي يقودان خبر كان ويقرر اسمي ويقودان اسمي اللي شيء ومبتده وحي هانجل فاما كان واخواتها كانية ولا لها فإنها كانية ولا لها ترفع وحي قدال اسمي اسمي وتنصب وحي قرر الخبر وهي وحي كليين كان و هذا دي كان و هذا ناقص له تام الله ما اقول كان و والله لا ما اقول سيده وان كان ذو عسره فاعل بيتربط بس كان ناقص يا كان تام لك مد الله هو كان ناقص مد اسمي يا خبر كقال ناقص له ناقصه اما تام هذه نقطه تكتفي بالفاعل فاعل بس يبانت سيده وان من باب وان كان ذو عسره بل وان كان هدي الهلال دي هدو وان كان هدي لهر ذو عسره عليس مد صاحب كان فعل ماضي وماضي ذو فاعل واسماء الخمس بس مد لما رب كان و اهادي الله رب وامسى و اهادا الله رب و غلب است لما رب امسى زيد زيد و غلب است تري غلب وجوغا سيحدن غلب وجوغ ان لما غلطا تا هو فعل يا فاعل امسى و اهادي زيد صائما مد صوم وركو انه سعد الله وامسى و اهادي واصبح و اهادا الله رب واصبح و بريسين اسكج اصبحنا واصبح الملك لله سماه هذه وحي وبريسي أتك عبر يا أهاش هذا كلا قادس فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أذ وبريسي تافع البرد وأصبح هو هذا له وأصبح هو وبريسي هذين نقط فاعل برد اسمه خبر مهلش وأضحى هو هذا له وأضحى هو برقيست إسكيلال أضحى زيد دخل في الضحى وقت برقد وجو صلاة الضحى اللي انتو كنا كان فاعل ويقاضن موين ما نقنا وكان ولا عليه كم من نقنا ناقص بالله رب مش أضحيه ضحى وضحى ضحى وأضحيه كان وهذا وأمسى وهذا وأصبح وهذا ربنا وبريست إسكيلان وأضحى وهذا وظل وهذا الرب ظل وجهه مسودا قرآن سمعت ظل وجهه وجهه اسمي ها وضمير كي مضاف اليه سوى مسودا وخبر وبات بات وحاله الى وبري بات زيد زيد وبري هذا نقطة حاله حافظ اسمه صحيح لا مره وبات هذا وصار هذا وليس ما هان يدو اجام ليس فعل كماضي بالو اركي بس مضارع ملك وعمر ملك ووحكر ملك جامد يا وحى وحى لوك لقاضى مشتق مشتق وحى وحى لقاضى أمبلكر سيدا ضرب وحى كان لا يضرب يضرب ضراب ضارب مضروب وحى لما كإيمانه منا وحى كان لا ماله ليس يعصى انت أمبلوار ليس يليس ولا منكر ليس أمبلوار وليس ما أهان وما زال كمزور ومن فك كمزور بعده تارق وجهد وما فتئ كمزول وما برح كمزول أفرت كمزول بعده وما زال كمزول ومن فك كمزول وما فتئ كمزول وما برح كمزول وما دام انت دائم بعده يدو قوني قوني بكت فير هذا هلك هلك كانوا فير وحاديه ورطة كانية ولا عليها سدح مسلان أوغه لين كانية ولا عليها عمل كود محيها لوني شقضوا ذو وحديه ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمي جودان خبر كان واقرني تا عمل كما فعل
وحالو إيشا كان يوالا له العمل كوذو محويهي وحدي ترفع الاسم وتنصب الخبر تهوى شقضاء قبناي مسألة الله بعد محيهين يكلفته وصدح يطوان بعدي صدح يطوان كو أفعال كلها أفعال بعدي وانا 13 فعلا لما تضوى فعل اسم كمجر حرف كمجر كان إلى دامة وصدح يطوان صدح يطوان كان لما تضوى محيهين أفعال وفعل مسألة الله بعد ما هي حقيقة هذا مركي لقاها الله وحدي وصدح يطوان صدح يطوان كو وأفعال وثلاثة عشر وكلها أفعال حقاً مسألة الصدحات مركي عمل فلايان صدح ويقيب سماء صدح سو صدح يطوان ما هي مركي عمل فلايان وحين نقونا يان هي على ثلاثة أقسام صدح قيب عمل كان مركي قبنا عمل كان اسمي إني قدان خبر كان قرد إغنوي وحا عمل كل شيء مركي عمل فلايان صدح ويقيب سماء ما يعمل بدون شرط أما بلا شرط وح عمل فلا شرط إلى الآن وسيدة أقوه الرسالة وكان إلى ليس ولا كان إلى ليس كان إلى ليس ما يعمل بدون شرط بلو يقن أما بلا شرط وح عمل فلا شرط إلى الآن وسيدة أقوه الرسالة كان إلى ليس سيدة كان أمس أصبح أضحى ظل بات صار ليس سيدة سميس سيدة وحالة ما يعمل بلا شرط ما يعمل بدون شرط وحشرد أكون محن القسم الثاني قيب تلوات ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم النفي أو شبهه قيب تلوات ووح عمل فلا عمل كان قبته وحاكوهر مري لكن نفي أما شبه نفي نفي وديد مو ما لقى وضع ما شبه نفينا ونهي يدعو سيدا لا أكل ولا زال ولا زال ما قالت ضي وحالوي قيبت اللبعض ووح عمل كان عمل فلا لكن شرط باجي وإنه كهر من النفي نفي ما على قوله ما أما شبه النفي ولا قوله النهي يدعو شبه النفي ولا قوله نهي يدعو وأفرت كوحك تسيدد ما زال ما مفك ما فتئ ما بره أفرت أصو عمل فلها دار وينو نفي كورما زال كل جد هضيمة وح حشقة من قبل ما زال فتئ كل جد وح كوتر ما شغال من قبل ما فتئ بريحة كل جد وح كوتر ما بريحة مركن قط وح كوتر قيمت صدحات وهل فعله قيمت اللباد وحاوي ما يعمل هذا العمل وعمل كان قباني بشرط تقدم نفي أو شبهه بشرط تقدم نفي نفي إنه كهرم نفي إلى شيء وما مات ما أو شبهه وحشبه شبهه للوشي ونهي يدعو نهي يدعو واي قيبت الله بعض وحاني ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم النفي أو شبهه وهو أربعة وأفر وما زال ومن فك وما فتئ وما برح أفر تاس وحال ربائن كهر من النفي أما شبه النفي بعد النفي أما شبه النفي طيب قيبت صدحات ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية ظرفية وهو عمل كان قباني لكن وإنه كورمر ما وإنه كورمر ما لغو مقع مصدرية ظرفية لما مقع بيوه تمال ما لغو مقع مصدرية ظرفية ودام فعل كله بس دام كل جد دام ما دام على رحم ماذا كورمر يسوح له يقال ما مصدرية ظرفية ما مصدرية وحلقه وضفيرها ماذا فعل كان كذا بيجي قشة مستر لقدي ما دمت حيا بيها سما ماذا واحد كذا بيجي الله مرة مستر إن لقديكو
مرة ظرف مر مستر بعد كده دوام بعده دوام ماشي دمت وياه دوام مرة ظرف بعد كده يقول مدة بعده مدة ما دمت حيا مدة دوامي حيا مدة وحيو تاعت درفيدي دوامنا مصدرك ماذا روح حالكم ما مصدرية درفي ماذا ما مصدرية مدة هي دوام دوام كوا مصدرية درفية أنا وحاولت عن مدة ما لقت وحاطري لا أصحابك كلا صاحبي ماي ما دام زيد مترددا إليك أنتوا زيد كوس ولا على عبارة مثلا نبى وحيري نكهبل أنتوا كوي معنا نيو صاحبنا ما أنا قبل عصام دهان ما دام زيد مترددا ماشي محيا لفعل ماضي دام عصام فعل كان مصدر إن لقد قال رواه ظرفنا ماشي لقى صوصا مارك محاضي لا أصحابك نيو كل ما صاحبا ما دام زيد مترددا ما ينوت وحدي مدة دوام زيد مدة مدة محيو تالا ظرف دوامنا مصدر ماذا وحاولته ماذا مصدرية ذرفية له ذرفية ذينا ومدة مصدر كذينا ودوام مركب دام هدارة عمل فلسة وعلى رمائنا كورما ماذا سمقعد وحالا ما مصدرية ذرفية ما مصدرية ذرفية صدح هي طبعا كيف علم هيسا سيديد اوه الرئيس محاني له بلا شرط بعمل فلسة وحيو باهين ماله افر تكو حيكتانا بشرط انه كور من النفي اما نفي يشبه النفي نفي انا محالك وضع ما ها شبه النفي ودعاء ينهي ولا ولا زال الله يوسف كزوم منهلا بجرعائك القدر بالهجر ما دام ايضا محال ما دام انه كور مره ما ومقعد له ما مصدرية ذرفية واي أرنتي بو يفهم ما كان كاني وأخواتها ولا له فإنها كاني ولا له ترفع وحي قدي الاسم اسمي وتنصب وحي قردي الخبر وهي وهي وحاوي كان وهذه وهي وأمسى وهذه وأصبح وهذه وأضحى وهذا وظل وهذه وبات وهذه وصار وهذه وليس ما أهان ليس إذ وجامد جامد جامد وحلق وقللت ليس ذا صلوات واحد عافين كر اللي سداس عربت الله دي أمر مرة واحد يسكت عن لسه واحد جربة ليس ساس الورك عرب بعد أو بعد ليس الورك ليس وماضي وجامد مضارع ملأ أمر ملأ واحد كلام ملأ ليس وليس عصا والله من على الصحيح على عصا قربا وحير با لكن عصانا عصا بالورك وليس وما زال كمزول وما انفك كمزول وما فتئ كمزول وما برح كمزول وما دام انتو دائم اضفرات وما دام انتو دائمه وحال رضرف كين لقار وما دام انتو دائم وما تصرف وحيك قدوم منها افعاش فير هذا طن ومسلك وما تصرف منها وحال قوض ايضا ان لفهم مسألة افراد ان مروحاني افعاشا وصدحيه طبعا صدحيه طبعا كوبو افعال شقده قبطان وترفع الاسم وتنصب الخبر كوبو بدون شرط عمل فلا وسيده دهره بلا شرط افرت كوخيغه ويعمل فلان وحا شرطه انه نفي كهر ما شبه النفي دامنا ان ما كهر ما مصدريه ذرفي وما تصرف من اوضان ربعينك افعاشا صدحيه طبعا ك وحي اوكل بحان كو تصرفي يا كو ان تصرفي تصرف ومحاتها ورت لفته تذكر تصرف لغه توجه قدون صرف صمام صرف يا مركو هذا بدر الدين كلا بالله ايات براعه الاستلال كو سوقات وكذلك نصرف الايات لقوم يشكرون كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون تصريف كمرك لغه وحدان تحويل ورورك تصريف الرياح دبا إله اسمه مركا وما تصرف من هذا المحال لقى وضع فيه وحال لقى وضع أفعاشا ما يقيح سادحي
midku maadi uu ka imaado oo mudaaric uu ka imaado oo amarku ka imaado oo masder ka sii yimaado oo kaa waxaa la dhihi mutasarif waa gegedo waxbada maa ka dhashay soo maa midkii meeshiisa qallalan oo iska joogana mutasarif ma noqona may waa jaami kaanada u horeysa kaana waa mutasarifa kaana mudaarica maxay noqona yakuunu amar ka dhig kun qur-aankii kaana waa ku jirtaa yakuun kun intii usmaar kaa-in baa jiro ismigi faacil ma garay iyada howlo badan bay leedahay kawn oo masdaraa xataa jira kawn bibadlin wa xilmin saada fii qowmihi lfataa wa kawnuka iyaahu calayka yasiir buu dhiit marka kaana iyada way tasaruftay ma garay maxaa ka yimid maadi mudaaric amar ismi faacil masdar kaa waxaa la dhihi wamaa tasarafa minha laysa u imow laysa wax ka dhalan miyaa jira may waa jaami afcaasha marka xagga tasarufka la maraayo culimmadu waxay dhaheen labaa loo qaybay feeri hadda wax tasarufi qaarna way faafaayeen oo ilaa saddex bay ka dhigeen laakiin marka hore meesha horaan ka qabanay wax tasarufi iyo waxaan tasarufayn baad horta u kala qaaday waxaad dhihi dhammaantood way tasarufayeen ilaa laysa itifaaqan wadaama cala saxiix waxaan ku yihi overs afcaasha saddex iyo toban soo maahayn dhammaantoo way tasarufayeen ilaa laysa itifaaqan naxweyle oo dhan waa isku waafa wadaama cala saxiix daamana qaar baa waxay dhaheen maadi unbaa lagu arkay oo waxaa le yaduumu aw daama yaduumu qaar baa waxay dhahen hawl kalow marka daamana waxaa loo badan yahay inayna tasarufin cala saxiix walaakin khilaaf baa jira waad garad soo ma laysa amaha itifaaqan tasaruf marka wuxuu ka wada maadi buu hadda ku wada keen hadduu mudaaric ka dhasho oo amar ka dhasho oo ismi faacil ka dhasho oo qaarkood masdar ka dhasho oo ismi mafcuul ka dhasho waa mutasarif haddii maadiga lagu arkay bese ay taagnaadaanna hayr mutasarif ma tasaruf wuxuu ku yidhi wamaa tasarafa wixii tasarufa minha afcaashan xaggeed naxwu kaana wuu ahaaday wayakuunu wuu ahaani wakun ahow way tasaruftay soomaali waasbaxa wuu ahaaday waa maadi wayusbixu wuu ahaan doona waasbix ahow taquulu waxaad dhihi kaana zaydun zayd wuxuu ahaaday qaayiman mid taagan kaana ficlu maadi naaqis dhehad kaana ficlu maadi naaqis tarfacu lisma watansibu lkhabara zaydun ismu kaana baad dhihi zaydun ismu kaana marfuu wacalaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhiri qaayiman khabaru kaana mansuub wacalaamatu nasbi fadxatun daahiratun fi aakhiri walaysa ma aha camrun camar shaakhisan shaakhisan taa waxaa lagu fasiri culimadeenna soomaalidu markay fasiri iskuma waafaqaan horta kelimada maadigeedu asalkeedu waa shakhusa basaru ruux markuu indhaha taago ba ruux ama markuu sii dhimanayo kale waxaa lahaa shakhusa basaru araggiisi baa taagmay ey mad waa taag qaar marka waxay dhahaan walaysa camrun camar ma aha shaakhisan ay daahiban mid tegey qaar waxay dhahaan walaysa camrun camar ma aha shaakhisan mid safray ay musaafiran qaar waxay dhahaan walaysa camrun shaakhisan mid taagan ma aha eray ahaan marka waxaa loo badan yahay daahiban iyo musaafiran baa lagu fasiraa inta badan walaysa camrun camar ma aha shaakhisan mid tegey ma aha mid tegey ay daahiban walaysa camrun camar ma aha shaakhisan mid safray ay musaafiran mid taagan oo qaa'iman ah taas iyadu macnaha lama jecl wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shaba fiirhad laysa ficil maadi naaqis baad dhihisa laysa ficil maadi naaqis tarfacu lismu watansibu lkhabar camrun ismu lays camrun haa ismu lays marfuu calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhir walwaawu fii camrin faariqatun bayna camar wa cumar fii xaalati rafci waljari camrun wowgaa yar faariqa le waxay kala bixisaa cumar iyo camar laba xaalo xaalatu rafci xaalatu jar xaalatu nasbi isaga laftiisa wow maba wata camar ra'aytu camran hadday noqoto wow maba jiraba xaalatu nasba camrun ismu laysa marfuu calaamatu rafci damatu daahiratun fi aakhiri shaakhisan khabaru laysa mansuub calaamatu shaakhisan khabaru laysa mansuub wacalaamatu nasbi fadxatun daahiratun fi aakhiri wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shabaha wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.